اهلا بيكم في حلقه جديده من هاني ومريم في بلد الامريكان. بصوا، هي الحلقه ملهاش اي علاقه بامريكا، بس هي حاجه مستفزاني جدا على الانترنت الفتره الاخيره دي. احنا كلنا بنشوف، بيجينا فيديوهات على الفيرست لوك، والعروسه والعريس بيتصوروا، والعروسه قاعده في الاوتيل بتعمل شعرها وبتحط مكياج، والميك اب ارتست جايبه لها الروب ولبس بقى لتحت الروب ده بقى. يعني ده اللي غايزني، احنا المفروض ان احنا في مجتمع شرقي، احنا المفروض ان احنا متدينين، احنا المفروض ان احنا عندنا خشة. يعني ده اللي انا عارفاه. انت كراجل رايح تتجوز، او انت كأب، او انت كأخ، ازاي بتشوف اختك او مراتك او بنتك حتى صورها على الفيسبوك وعاملة فيديوهات مع الميك اب ارتست بتاعتها، ولا عاملها وهي واقفة قدام الراجل بيعملها شعرها بهات شورت او بفستان مفتوح كده؟ هو في ايه؟ ده انا افتكر يوم فرحي اللي كان من 16 سنة، انا كان فستاني كاب، وكان ده الحتة اللي هنا دي كده تول، مش متبطنة قوي. انا امي كانت عاملة حوار ان ازاي البس انا فستان كده. يا ستي يهديك يرضيك، ده مش باين منه حاجة. لا، ومش لا، اللي وقفت لي في القصة دي كانت تيتا الله يرحمها، قالت لا الفستان حلو ما فيش مشكلة. امي كانت في اعتراض، وازاي ومش ازاي، والفستان عريان ومش عريان والكلام ده، وانا كنت صفيفه يعني ما فيش. ده دول اضخم من النفر، تلاقي الواحده 100 كيلو وقاعده باسلوب يعني فج قوي. فين اخلاقنا وفين مجتمعنا وفين ايه؟ في ايه يا جماعه؟ وانت ازاي تقعدي قدام راجل كده؟ ده يعني. والمشكله بقى يعني ده حكايه بقت منتشره، يعني دي حكايه منتشره انا ما بشوفهاش هنا في امريكا. يعني انا الامريكان لما بيروحوا يعملوا الصور مع العروسه واصحاب العروسه، والله ما بنشوفها، والله عمر ما شفتها. وحتى فساتينهم، انتوا بتشوفوا المحلات الفساتين عامله ازاي؟ يعني حكايه غريبه قوي قوي. يعني انا اللي يعرف ايه يعني جت منين واتعملت ليه يقولوا لي. والله يعني انا لما جه اخويا يتجوز، احنا كنا قاعدين في اوتيل وجايبين ميك اب ارتست وجايبين رواب عليها اخت العريس والكلام ده، انا واختي كنا عاملين هيصه ومفرحين نفسنا بكل حاجه، بس ما كناش بالاسلوب ده. وانا كمان بيتقال عليا ان انا ببقى هيصه في نفسي في الفساتين والكلام ده. لا، هو ايه اللي بيجرى في الدنيا؟ انتوا بتعلموا الدنيا ايه؟ يعني ده الحاجه اللي بتقرقني، يعني دي حاجه بتقرقني كتير. انا بشوفها ان هي حاجه بقت زياده عن اللزوم، اوفر قوي، مقززه جدا. لما انا انت مباحه الشكل ده كله على الانترنت، ايه الميزه في ده؟ هناخد النشان ان احنا كويسين؟ مش بالعري بجد، احنا ممكن نفرح ونتبسط بس مش بالطريقه دي. وايه حكايه الميك اب ارتست والهير ستايل؟ يعني ايه مكان اسمه كوافير؟ ماله كوافير؟ وكان بياخد 1000 جنيه، واخد منك قد ايه يوم اتجوزنا؟ 1000 جنيه. وكان على اسمه ايه اللي انا كنت عامله، ميسيو احمد ولا سيد احمد ولا انا عارفه اسمه ايه، كان اللي في مصر الجديده لسه فاكراه لغايه النهارده، كان شالنا ورانا ساعتها. لكن دلوقتي بنشوف ميك اب ارتست وبنشوف هير ستايل، ومش ده كله كوست على الجواز؟ مش ده كله كوست؟ الراجل اللي بيروح يدفع ده هيدفع ايه؟ ده كل ده كتير، وتلاقي الرقم يعني رقم. يعني انا ساعه اخر ما نزلنا في مصر اخر مره، كان عندنا اسبوع بنت اخويا، فانا قلت لاختي ايه تعالى نروح نتمكج انا وانت وكده، فتقولي لا ليه وبتاع واحنا قاعدين في البيت، قلت لها لا ده عشان يبقى شكلها حلو. طبعا هو كان رقم عادي يعني، مش خزعبلي ولا حاجه، عادي يعني 300 400 جنيه حاجه زي كده. المهم يعني، وكان تحت اضواء الشموع، النور قطع واحنا بنحط المكياج، فجايبه لا احنا صدقني احنا تو ماتش اوفر. في برضو حاجه تتحط، انت كأم بتربي ايه؟ يعني هو بنستغرب ان يعني انا امبارح انا والعيال ما احنا ماشيين هاني انا والعيال كنا خارجين امبارح، وهاني كان معانا، هاني نايم على فكره، نايم على الترابيزه جنبي، فكنا ماشيين فشايفين راجل وراجل، ويعني هو كانت لابسه جيبه ولا بنطلون يا هاني؟ لا هو
هو كان لابس كان لابس لا لا اللي تحت عشان انا فاكره اللي فوق اللي تحت ايه مش فاكر متهيألي كان بنطلون. فهو في راجل وفي حد معاه احنا مش عارفين ده جنسه ايه راجل برضه هو ملوش قلب. فاحنا واقفين بيفتح له الباب بيقعده في العربيه. والله جوزي ما فتح لي العربيه بقالي 12 سنه متجوزه ما فتحليش العربيه. كان هو ما انا ما اعرفش هي ست ولا راجل بس يعني هو الاسلوب الشكل طريقه الجسم بالمشي دي ست الشكل راجل يعني. كان في شنب كراب توبس اللي هو البادي اللي من فوق ده ومن تحت ده اللي بيبقى ما فيش مغطي حاجه من تحت ده بنطلون او جيبه متهيألي بنطلون جينز اللي هو تحت الكمر ده. العيال واقفين متقززين من المنظر يعني انا ولدي رسمهم امريكان وعايشين هنا متقززين من المنظر ده احنا بنستغرب المنظر ده. طب انا ما بالك بشوف وضع زي كده ومش فرح ولا اتنين يعني ده كمية بنات بتعمل كده ليه احنا في امريكا ما بنعملش كده احنا بلد الخلاعة زي ما الناس بتقول علينا احنا ما بنعملش كده. هو بس يعني ده كان حاجة مضايقاني شوية فانا قلت اطلع بيها ايه اعمل لكم فيديو عليها. انا جوزي بعت لي فيديو ما اعرفش ليه انت بعت لي فيديو لايه العملة ماشي اوكي جوزي بقى سبك دهب مش العملة امين سبي ماشي انا اخش انام عشان عندنا شغل الصبح. استنونا في حلقات تانية جاية كتير من هاني ومريم في بلد الامريكان. باي باي.